مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، هذه انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات هذا اليوم وهذه الفترة الصباحية، ونتواصل مع المقدمة والصدارة. نتابع وإياكم هذا الشوط وهو مخصص للحيل ضمن هذه الأشواط العامة، ونتابع وإياكم المقدمة وشعار الشهواني على المركز الأول. هنا هملولة تعود ملكيتها هذه دمعة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لعبد الهادي بن خليل الشهواني، هو من يمتلك هذه الذلول من تحتل المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني هملولة تعود ملكيتها لحمد بن مسفر الشهواني على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث ومن تتقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التقدم من بنت العاصي لعامر بن حسن الجفالي النعيمي. أما المركز الرابع فمن تحتل المركز الرابع تتواصل هنا بلشة لمحمد بن عبد الله بن راشد المري، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول على المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع وإياكم من تحتل المركز الخامس، من غيرت في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى المركز الثاني. ومن الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الذيبة تعود ملكية الذيبة لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري، من تحتل المركز الثاني، من غيرت وانتقلت بدورها إلى المركز الأول. يا سلام، هذه نتيجتنا، هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى شعار بن بخيت، شعار بن بخيت مع المركز الأول على ظهر الذيبة محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري مع المقدمة والصدارة. يا سلام، الله، هنا على المركز الثاني يصل شعار بن فيدان، بلشة تعود ملكيتها لمحمد بن عبد الله بن فهيدان المري على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث القدوم والوصول من بنت العاصي لعامر بن حسن الجفالي النعيمي، وعلى المركز الرابع يصل شعار الشهواني على ظهر هملولة لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل مياسة لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، من تأتي وتحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثاني. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، نعود وإياكم إلى شعار بن بخيت مع الذيبة ومع انطلاقة الذيبة محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. يا سلام، الله، الله، يا سلام، هنا على المركز الثاني يصل شعار بن فهيدان محمد بن عبد الله بن فهيدان المري مع بلشة ومع انطلاقة بلشة على المركز الثاني. هنا المنافسة منحكرة أيها الإخوة ما بين شعار بن بخيت شعار بن فهيدان، وكذلك القدوم والوصول من شعار الجفالي النعيمي على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، هنا بنت العاصي عامر بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الثالث، غيرت وانتقلت بدورها إلى المركز الثاني وعلى المركز الرابع الوصول من هملولة لحمد بن مسفر الشهواني على المركز الرابع. خامسا يصل شعار عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع مياسة. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، نعود وإياكم إلى الصدارة والمقدمة. بن فهيدان مع بلشة،
مع بلشة. نعم هذه بلشة من غيرت مجريات هذا الشوط لمحمد بن عبد الله بن فهيدان المري مع المركز الأول ومع الصدارة هنا على المقدمة. تتحكم في زمام الأمور، تتحكم في زمام هذا الشوط، ولكن تحركات هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التحركات والقدوم في هذه اللحظات من هملولة لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني على المركز الثاني، وعينها على الناموس تقير مجريات هذا الشوط وتنتقل بدورها إلى المركز الأول. يا سلام الله، هنا الصدارة هنا مشاهدينا الأفاضل مع هملولة مع حمد بن مسفر الشهواني مع القيادة، ولكن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع مياسة من اقتحمت الصفوف واحتلت المركز الثاني وقيرت بدورها إلى المركز الأول. هذه مياسة، مياسة العود، يا سلام الله يا مياسة مع عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع المقدمة والصدارة والكيلو الأخير، ولكن يصل في هذه اللحظات شعار القمرة من يصلنا ويتسلل إلى المركز الثاني مع هملولة. سعود بن صالح القمرة مع حمد بن سالم بن جهويل، يا سلام. وعلى المركز الثالث القدوم والوصول من حرايق سعيد بن محمد بن زايد الخيرين مع ناصر بن سالم المكسور، يا سلام. القدوم كذلك على المركز الرابع من قبل الدرعية متعب بن طالب بن شريم المري على المركز الرابع، والمركز الخامس الوصول والقدوم من سمح رياض بن ثامر السعدون بقيادة صالح بن محمد اليامي. صالح بن محمد اليامي، نعود وإياكم إلى القيادة إلى شعار القمرة سعود بن صالح القمرة، ولكن هنا القدوم كذلك، يا سلام الله الله. هنا القدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من خواطر وجب بن بندر بن وجب العتيبي صاحب التاريخ وإنجازات، ولكن القادمة كذلك قادم شعار القمرة على المركز الثاني، وكذلك على المركز الثالث شعار السعدون، شعار السعدون مع سمحة ناظر رياض بن ثامر السعدون مع صالح بن محمد اليامي الله، ولكن بن شريم بن شريم بن شريم، يا سلام. الدرعية تهانينا والناموس لرجل الأمتار الأخيرة طالب بن شريم المري. هذه الدرعية من فازت معنا متعب بن طالب بن شريم المري. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني خواطر لوجب بن بندر بن وجب العتيبي، أما المركز الثالث سمحة لرياض بن ثامر السعدون. المركز الرابع هملولة لسعود بن صالح القمرة. المركز الخامس حرايق لسعيد بن محمد بن زايد الخيرين. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني بعد أن شاهدنا نتيجة هذا الشوط. أيها المتابعون الكرام في كل مكان، أتت الدرعية في الأمتار الأخيرة، شوفوا التجاوز، لحظة وصول الدرعية إلى خط النهاية 8 دقائق، 8 ثواني 70 جزءا من الثانية. هذا توقيت الدرعية، تهانينا والناموس لمتعب بن طالب بن شريم المري. أما المركز الثاني فوصلت هنا خواطر، قطعت المسافة في 8 دقائق 8 ثواني 76 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك خواطر وجب بن بندر بن وجب العتيبي. أما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث سمحة، قطعت المسافة في 8 دقائق 9 ثواني 70 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لرياض بن ثامر السعدون. كما نهني مضمر سمحة صالح.